بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نتكلم النهاردة على new entity من المايلو بروليفريتيف نيو بلازم اسمه الكرونيك إيزينوفيليك لوكيميا نان أذروايز سبيسيفايد. تاني أنا فين في الخريطة؟ أنا بدأنا في المايلويد نيو بلازم بالذات، في الكرونيك مايلويد نيو بلازم بالذات المايلو بروليفريتيف نيوبلازم. المايلو بروليفريتيف نيوبلازم ده اللي هو قلنا ده مايلويد نيوبلازم كاركترايزد ب هايبربليزيا اوف وان اور مور مايلويد لينج ويزاوت ديسبليزيا. وقلنا المايلو بروليفريتيف نيوبلازم ده بيتضمن كرونيك مايلويد لوكيميا، كرونيك نيتروفيليك لوكيميا، بوليسايسيميا فيرا، اسينشال ثرومبوسايسيميا، برايمري مايلو فايبروزيس، كرونيك ايزينوفيليك لوكيميا نون اذروايز سبيسيفايد، والمايلو بروليفريتيف نيوبلازم ان كلاسيفايبل. نبدا النهارده نتكلم على الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا نون اذروايز سبيسيفايد. ايه هي الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا من غير ما نقرا الديفينيشن اللي قدامنا؟ ده انتيتي من المايلو بروليفريتيف نيوبلازم. فلو عايزين نعرفه هنعرفه بانه نيوبلازم يعني كلونال اوتونوموس بروليفريشن، مايلو بروليفريتيف يعني في هايبر بليزيا لسيرتن مايلويد لينج. هي اسمها كرونيك ايزينوفيليك لوكيميا، يبقى اللينج اللي هيحصل فيه الهايبر بليزيا ده اكيد هيكون الايزينوفيل. تزيد الايزينوفيل في والبريكرسرز بتاعتها في البون مارو، في البريفرال بلاد، تعمل انفلتريشن للتيشو. وزياده الايزينوفيل طبعا الانفلتريشن اوف ايزينوفيل للتيشو تعمل تيشو دامج. ايه الميكانيزم اوف تيشو دامج اللي بيحصل ده؟ بيحصل نتيجه الليكيميك انفلتريشن اللي هي الايزينوفيل، الايزينوفيلز دي انفلتريت التيشو وتطلع سايتوكاينز وانزيمز وتعمل دي جرانيوليشن للجرانيولز بتاعتها وتطلع الكونتنت اوف جرانيولز باختلافها اللي ممكن اللي هي بتتسبب في التيشو ده. طبعا كمايلو بروليفريتيف نيوبلازم هي بتيجي في سن كبير، تقريبا الميديان الايج بيبقى 7th ديكيد اوف لايف. ليها بريدومينانس في الميل عن الفيميل. يجي العيان اللي هو غالبا بيبقى ميل وفي 7th ديكيد اوف لايف، يجي ممكن يكون يشتكي من ايه؟ والله ممكن تكون اسيمتوماتيك عاده المايلو بروليفريتيف ديس اوردر، لكن غالبا الايزينوفيليا بتخلي العيان يشتكي. بيشتكي من ايه؟ بيشتكي من كونستيتوشنال سيمتومز زي الويت لوس، النايت فيفر، الفيفر، الفاتيج، الكف، الانجيوديما، المسل بين، البيريتس، الدياريه. طبعا اخطر ما في الموضوع الكاردياك والبلمونري سيمتومز اللي بتحصل في العيان، يحصل كاردياك فيلير من اندو مايكارديال فايبروزيس او ريستريكتيف كارديوميجالي، يحصل سكارينج للفالفز بتاعت الهارت، الميترال فالف، الترايكاسبيد فالف، تعمل ريجرج، ممكن الريجرج يتسبب في انترا كاردياك ثرومباي اللي ممكن الثرومباي دي تتكسر او تتفتفت وتعمل امبلايزيشن في اي حته بقى في البرين في اي مكان. برضو من الاعراض الخطيره جدا للايزينوفيليا البالمونري سيمتومز اللي بتحصل برضو من البالمونري انترستيشال فايبروزيس وما الى ذلك. بيجي العيان ببريفرال نيوروباثي، بسنترال نيرفوس سيستم ديسفانكشن، بيجي بروماتولوجيكال فايندينج. اشخص ازاي العيان ده في اللاب؟ اعمل كومبليت بلاد كاونت، الاقي العيان عنده ابسولوت ايزينوفيليا، ماركت ابسولوت ايزينوفيليا اللي هو الابسولوت ايزينوفيليك كاونت يبقى 1500 او اكتر في الكيوبيك ملي متر. ولان ده طبعا كرونيك نيوبلازم البلاست لازم هتكون اقل من 20%، والا لو وصل طبعا ل 20% العيان هينتقل من الكرونيك للاكيوت. شكل البلاست فيلم بتاع العيان هيكون ايه؟ طبعا الفيلم هيكون مليان زينوفيلز، مانلي طبعا بتبقى ماتشور زينوفيل، مع وجود طبعا سمول نمبر من البريكيرس من الايماتشور زينوفيل زي الزينوفيل
مايلوسايت. الإيزينوفيل بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى شكلها فيها حاجة سبارس جرانيوليشن كده مع اريا كلير في السيتوبلازم زي ما انا شايفة في الصور اللي قدامي. الجرانيولز كده تكون موجودة في متكومة في أماكن وأماكن فاضية، الاقي السيتوبلازم فيها كلير ما فيهوش الجرانيوليشن، الاقي فيه سيتوبلازميك فاكيوليشن، ممكن الاقي هايبر سيجمنتيشن في النيوكليوس او هايبو سيجمنتيشن، الاقي الايزينوفيل كبيره في السايز عن النورمال سايز. ده طبعا الاغلب الفايندينج، لكن قد يكون في بعض البيشنت او فيو بيشنتس ممكن الاقي النورمال مورفولوجي اوف ايزينوفيلز. هيصاحب طبعا الايزينوفيليا هيصاحبها نيتروفيليا، ممكن يصاحبها مايلد مونوسايتوزيس، ممكن يصاحبها مايلد بيزوفيليا. زي ما اتفقنا البلاست هتكون موجودة لكن هتكون أقل من 20%، يعني ممكن تكون بدءا من 2 إلى 19% في الديفرينشال كاونت. طيب بالنسبة للبوم مارو، أكيد طبعا السيلارتي هتكون البوم مارو هايبر سيلر، الهايبر بليزيا هتكون ميلي طبعا في الايزينوفيليك سيريس، الاقي الايزينوفيلز كتيره، الماتوريشن بتاعها ماشي اوردرلي، يعني كل الستيجز اوف ماتوريشن موجوده، اريثروبويسيس ميجا كاريوبويسيس نورمال. البلاست هتكون زياده شويه، اكتر من 5%، اكتر من او يساوي 5%، لكن طبعا برضو ما بتوصلش الليفل بتاع 20% لان انا حالة كرونيك مش حالة اكيوت، فتبقى البلاست كاونت من 5 لـ 19% of all nucleated cells. ممكن اشوف البريسيبيتيشن اوف تشاركوتلايدين كريستلز، ممكن اشوف فايبرس تيشو كتير في بعض الحالات او في تقريبا تلت الحالات، نتيجة طبعا لتأثير البروتينز الموجودة في الجرانيولز بتاعت الزينوفيل، بيحصل دي جرانيوليشن والبروتين دي ممكن تعمل فايبروز. دايما الفايبروزز بيبقى ما بيبقاش كتير لدرجة الماركت فايبروزز، السيفير فايبروزز ده بتبقى يعني من الحاجات الرير اللي ممكن تبقى موجودة في الكرونيك إيزينوفيليك لوكيميا. بالنسبة للسايتوكيمستري، السيلز دي بتبقى بوزيتيف للبيروكسيديز، نوع من السيتوكيمستري اسمه سيانايد ريزيستنت بيروكسيديز، يعني بيروكسيديز ما بيحصلوش فيدنج بالسيانايد. بس المشكلة ان زي ما قلنا في المورفولوجي ان في بعض الخلايا بيبقى فيها سبارس جرانيوليشن او ممكن يحصل فيها دي جرانيوليشن، فلذلك البيروكسيديز ممكن يكون الرياكشن بتاعه ممكن يكون ضعيف بسبب الدي جرانيوليشن ده. بالنسبة للإيمينوفينوتايبنج، الإيزينوفيل هتبقى بوزيتيف لسي دي 23 25 اند سي دي 69. دايما كمان لما بلاقي الايزينوفيلز كتيره بحاول اعمل اكسكلوجن للكلونال تي سيل ديس اوردر، لان الكلونال تي سيل ديس اوردر كتير بتبقى اسوشيتد مع ايزينوفيليا، ففي الحاله ديت بحاول اشوف التي سيل واحاول اثبت انها مش كلونال، زي ما هنشوف بعد كده بقى في التي سيل انا بثبت الكلونالتي بتاعتها ازاي. بالنسبه للجينيتك ستادي في العيان ده، زي ما اتفقنا اول حاجه هنقولها كمايلو بروليفريتيف او كمايلويد نيوبلازم، اول حاجه هقولها ان الديزيز ده فيلادلفيا كروموسوم نيجاتيف بي سي ار اي بي ال فيوجن جين نيجاتيف. بعد كده بقى ابدا اتكلم على الحاجات الثانيه، استثني برضو وجود الجين ري ارينجمنت اللي بتبقى موجوده بتبقى اسوشيتد مع الايزينوفيليا زي البليتلت ديرايفد جروث فاكتور الفا، بليتلت ديرايفد جروث فاكتور بيتا، الفايبروبلاست جروث فاكتور 1.
بعض الحالات الاقي مع الكاريو مع الكاريو تايبنج الترايزومي 8 او منظومي 7 او الايزوكروموزوم 17 كيو. بعض الحالات القليله جدا ممكن الاقي فيها الجاكتو ميوتيشن او اذر ميوتيشن. طيب بالنسبه للـ WHO كرايتيريا اللي هتشخص كرونيك إيزينوفيليك لوكيميا نون اذروايز سبيسيفايد، تعالوا نمشي على نفس الخطوات اللي قلناها في الـ WHO كرايتيريا. اولا هوصف الباثولوجي، الباثولوجي هنا إيزينوفيليا، إيزينوفيليا ماركت إيزينوفيليا اللي توصل ل 1500 ابسوليوت إيزينوفيليك كاونت او اكتر. تاني حاجه استبعد الاذر نيوبلازم، فهستبعد الكرونيك المايلو بروليفريتيف نيوبلازم السي ام ال بانها بي سي ار اي بي ال نيجاتيف، استبعد اي الفولفيلمنت للكرايتيريا اوف الاذر مايلو بروليفريتيف نيوبلازم زي البوليسايسيميا فيرا سينشال ثرومبوسايسيميا برايمري مايوفايبروزيس كرونيك نيوتروفيليك لوكيميا. هستبعد برضو الكرايتيريا بتاعه المايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم زي الكرونيك مايلو مونوسيتيك لوكيميا زي الاتيبيكال كرونيك مايلويد لوكيميا. هستبعد وجود المايلويد اند ليمفويد نيوبلازم ويز ايزوفيليا جين ري ارينجمنت، باستبعاد الري ارينجمنت اوف الجينز دي. هستبعد ان الحاله دي تكون اكيوت لوكيميا، وده يستلزم مني حاجتين. اولا الحاله ممكن تكون اكيوت لوكيميا، احنا اتفقنا بكذا طريقه، اذا اثبت ان البلاس كاونت في البريفرال بلاد او البوم مارو 20% او مور، فلازم هستبعد ان البلاس كاونت وصل ل 20% في البريفرال بلاد او البوم مارو. طيب هل كل حالات الاكيوت لوكيميا لازم يكون البلاس كاونت فيها وصل ل 20% بريفرال بلاد او بوم مارو؟ لا، عندي بعض الحالات ممكن تتشخص اكيوت لوكيميا من غير ما يوصل بلاست كاونت ل 20%، والحالات دي بتبقى اسوشيتد مع ايزينوفيليا زي حالات الانفرجن 16 ترانسلوكيشن 16 ترانسلوكيشن 821. كل الحاجات دي ممكن تشخص اكيوت لوكيميا حتى لو البلاست كاونت ما وصلش ل 20%. طيب انا كده استثنيت الاذر نيوبلازم سواء كرونيك او اكيوت مايلويد نيوبلازم. نيجي بقى نثبت ان الجراث بتاعي ده مالجننت اصلا، فاقول ان انا اشترط وجود كلونال سيتوجينيتك او موليكولر سيتوجينيتك مع الاكسكلوجن ان يكون الحاله دي رياكتيف ايزينوفيليا، او لو ما قدرتش الاقي كلونال سيتوجينيتك او موليكولر سيتوجينيتك الاقي البلاست كاونت اكتر من 2% او اكتر في البريفرال بلاد او 5% او اكتر في البومر. يبقى دي ال WHO كرايتيريا. اول حاجه وصفت الباثولوجي اللي هو الايزينوفيليا، استبعدت الاذر مايلويد نيوبلازم سواء كرونيك او اكيوت، اثبتت ان الجروث ده مالجننت بوجود كلونال سيتوجينيتك موليكولر سيتوجينيتك او ارتفاع في البلاست كاونت سواء في البريفرال بلاد او في البون. ايه differential diagnosis بتاع حالة زي ديت؟ differential diagnosis of eosinophilia، واللي هي الإيزينوفيليا دي اللي ممكن تكون reactive وممكن تكون neoplastic. طبعا حالات الreactive eosinophilia كتير جدا، منها طبعا الانفكشن خاصة البرازيتك انفكشن، في بعض النون بارازيتك انفكشن طبعا ممكن كمان تعمل رياكتيف ايزينوفيليا، الالرجيك ديزيز، الاوتو اميون، الكونكتيف تيشو ديس اوردر، بالمونري ديزيز، كوتينس ديزيز، نيوبلاستيك ديزيز، كلها بتبقى اسوشيتد مع ايزينوفيليا. النيوبلاستيك ديزيز اللي انا اقصدها ان يكون فيها رياكتيف ايزينوفيليا وليس ان تكون الايزينوفيليا بارت من المالجننت كلون، يعني الايزينوفيلز نفسها مش كلون، الايزينوفيل نفسها مش كلونال، لكن هي بتبقى رياكشن لكلونال جروث زي الهودجكن ليمفوما، نون هودجكن ليمفوما، تي سيل نيوبلازم، الليمفوبلاستيك لوكيميا، بعض السوليد تيومرز بيبقى معاها رياكتيف ايزينوفيليا. قد تكون الايزينوفيليا بقى يعني كلونال جروث في اذر نيوبلازم غير الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا نون اذروايز سبيسيفايد زي الكرونيك مايلومينوسيتيك لوكيميا، الاتيبيكال كرونيك مايلويد لوكيميا اللي احنا قلنا ان احنا لازم نستبعدهم باستبعاد الكريتيريا بتاعتهم لما قلنا ال WHO كريتيريا.
في طبعا برضو الاذر مايلويد ليمفويد بلازم اسوشيتد ويز ايزينوفيليا وجين ريارينجمنت اللي قلت برضو لازم استبعدهم في الكرايتيريا. الكرونيك مايلويد لوكيميا انا عارفه ان بتبقى اسوشيتد مع ايزينوفيليا وبيزوفيليا. اكيوت ميلوبلاستيك لوكيميا اللي هي فيها الانفرجن 16 وبعض حالات الاكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا ممكن يكون فيها كلونال ايزينوفيليك جروث. نيجي تاني لديفرنشال دايجنوزيس مهم جدا معايا الايديوباثيك هايبر ايزينوفيليك سندروم اللي هو عباره عن ان العيان يجي بايزينوفيليا بيرزيستنت 6 شهور او اكتر ويوصل العد برده اللي هو الماركت ايزينوفيليا اللي هي توصل برده ل 1500 او مور بير كيوبيك ملي متر وتبقى بيرزيستنت 6 شهور او اكتر ومش لاقيه اي كوز عشان تكون رياكتيف ايزينوفيليا ومش لاقيه اي ساين اوف كلونالتي مفيش انكريز في البلاستيك اوت مع وجود طبعا الاورجن افكشن او الاورجن دامج اللي بيحصل مع الايزينوفيليا. ايه الكريتيريا بقى بتاعه الايديوباثيك هايبر ايزينوفيليك سندروم؟ هنشترط على ضوء بالكلام اللي احنا قلناه هنشترط ان يبقى فيه ابسولوت ايزينوفيليك كاونت 1500 اور مور بيرزيستنت فور 6 مانث اور مور. لازم ما يكونش فيه اي سبب لرياكتيف ايزينوفيليا. هستبعد وجود اي مايلويد نيوبلازم سواء اكيوت او كرونيك. هستبعد الاكيوت مايلويد لوكيميا، مايلو بروليفريتيف نيوبلازم، مايلو ديسبلاستيك سندروم، مايلو ديسبلاستيك مايلو بروليفريتيف نيوبلازم، سيستميك ماستوسيتوزيس. هستبعد وجودهم بان طبعا الكرايتيريا بتاعتهم نوت في الفيلد. هستبعد ما يسمى بالليمفوسايد فاريانت هايبر ايزينوفيليك سندروم. ده عبارة عن باختصار كده سندروم هيكون فيه الايزينوفيليا بس هيكون فيه اسوشيتد حاجة كده اسمها امينو فينوتيبيكالي ابارنتي سيل بوبوليشن ليها كده سبيسيفيك امينو فينوتايبينج بتطلع سايتوكاينز تعمل الايزينوفيليا. يعني قالوا ان الايزينوفيليا دي ممكن تكون طبعا رياكتيف ايزينوفيليا للسيتوكاينز فهنستبعد وجودها برضو من في الكريتيريا بتاعه الهايبر ايزينوفيليك سندروم. شرط لاني اشخص الهايبر ايزينوفيليك ايديوباثيك هايبر ايزينوفيليك سندروم ان في يكون تيشو دامج من الايزينوفيليا. اذا حصل وان كانت كل الكرايتيريا فور فيلد وما عنديش التيشو دامج بسميها ايديوباثيك هايبر ايزينوفيليا وليس الايديوباثيك هايبر ايزينوفيليك سندروم. طيب انا عندي حاله ايزينوفيليا بقى هشخصها ازاي؟ اعمل ديفرنشيشن ازاي ما بين اسباب الايزينوفيليا دي؟ الديفرنشيشن هيبدا من اول الهيستوري، ناخد هيستوري كويس جدا انكلودنج الفاميلي هيستوري انكلودنج الدراج هيستوري انكلودنج الترافل هيستوري. اعمل فيزيكال اكزامينشن اشوف اذا كان في سكن ليجن في فاسكولايتس في اوتوميون ديزيز. ابدا اعمل سي بي سي وطبعا وبلاد فيلم عشان استثني الحالات اللي قلت ان انا لازم حسسنيها. زي ايه؟ اول ما يوصل الابسوليوت مونوسيتيك كاونت 1000 او اكتر احاول طبعا استبعد الكرونيك مايلو مونوسيتيك لوكيميا باني اشوف الكرايتيريا بتاعتها موجوده ولا لا، لان بعض حالات طبعا الكرونيك مايلو مونوسيتيك لوكيميا بتبقى اسوشيتد ويز ايزينوفيليا. في حالة وجود نيوتروفيلك شيفت تو ليفت مور زان 10% بريكرسرز من نيوتروفيل في البريفرال بلاد مع ديسبليزيا هحاول هبدأ استبعد حالات الاتيبيكال كرونيك مايلويد لوكيميا اللي هي بعضها برضو بيبقى اسوشيتد مع ايزينوفيليا. ابدأ اعمل للعيان الروتين بايوكيل تيست واعمل السيرم اميونوجلوبولين اي اللي ممكن هيكون عالي في حالات الالرجيك ايزينوفيليا.
اعمل سيرولوجي للاتش اي في انفكشن اللي ممكن تكون سبب في الايزينوفيليا، اعمل ستول اكزامينيشن عشان اشوف اي اوفا او بارازيت اللي هي برضو ممكن تكون سبب قوي جدا للماركت ايزينوفيليا، اعمل اكزامينيشن للبون مارو اسبيريت بايوبسي عشان استبعد اي اذر كوز للرياكتيف ايزينوفيليا، استبعد لينفوبلاستيك لوكيميا، لينفوما، سيستميك ماستوسايتوزيس، اعمل سيتوجينيتك موليكولار جينيتك عشان استبعد عشان اثبت اولا اذا كان في كلونال كلوناليتي ولا لا، واستبعد الري ارينجمنت اوف جينز اللي قلنا عليها، واستبعد السيتوجينيتك ابنورمالتي اللي ممكن تشخص الاكيوت لوكيميا، استبعد طبعا انها تكون بي سي ار اي بي ال بوزيتيف، ممكن اشوف الليفل بتاع بعض السيتوكاينز زي الانترلوكين 2 الانترلوكين 3 الانترلوكين 5 جرانيولوسايت ماكروفاج كولين ستيميليتنج فاكتور، كل الحاجات دي بتبقى عاليه في حالات الرياكتيف ايزينوفيليا. طيب في حاله الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا نون اذروايز سبيسيفايد، البروجنوز بتاع العيان ده هيكون ايه؟ والله البروجنوز بتاعها مش كويس، بور بروجنوزز، هاد بور بروجنوزز، الميديان سيرفايفل بتاعها بيبقى حوالي 22 شهر، وهو مع انه فاريبل، يعني مع ان السيرفايفل ده فاريبل ممكن يزيد او يقل، لكن الميديان بتاعنا 22 شهر، وده برضو يعني مده قصيره طبعا للسيرفايفل. دي الكرونيك ايزينوفيليك لوكيميا نون اذروايز سبيسيفايد، ونتقابل إن شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.